Xerecão no chão. Chão, chão. Xerecão no chão. Chão. مرحبا اصدقائي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. انا علي عمار ورجعت لكم فيديو جديد. اصدقائي هذا الفيديو عن جد تعبت عليه كثير، فخلونا نوصله لل 15000 لايك. والله انتم كفوا قدها، بنقدر نجيب 15000 لايك. كمان بتمنى من كل اسطوره قاعد يتفرج على الفيديو يشترك بالقناه اذا ما كان مشترك، فعل جرس التنبيهات عشان يصلوا كل فيديو جديد عن فري فاير. وفي مسابقه جديده للفاير باس كمان للي ما بيعرف بهاي المسابقه، راح احكي عن هاي المسابقه بنهايه الفيديو اصدقائي. فخلونا ما نطول اكثر من هيك مقدمة الفيديو ونشوف شو راح نساوي اليوم. طبعا فيديو اليوم راح يكون عن هاد، خليه يفتح بس، عن هاد النمر. كل الناس تكتب لي على الانستغرام: علي ليش ما تسوي لنا فيديو على هاد النمر؟ يعني كثير وصلتني رسائل طلبوا انه انا اعمل فيديو عن هاد النمر ونجربه مع بعض ونشوف شو هي خاصيته، اوكي انا صايم، وشو بيساوي، وهل فعلا ميزة المخزن تبعه حقيقية او لا. فسو اصدقائي اليوم راح اسوي لكم هذا الفيديو عن هذا النمر، راح نجربه مع بعض باذن الله. اذا اعطوني اياه راح نجربه مع بعض ونشوف شو هي ميزته، اذا كانت ميزته فعلا حقيقية او لا. يلا بسم الله ونفتح اول باكج ونشوف. ذهبي. او ماي جاد، من اول. لا 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 عن جد مستحيل، يعني من اول سبين عن جد ما بعرف. شكرا جارينا، تصالحت مع صاحب الشركة ناخذ له صورة. عن جد عن جد مصدوم يا اصدقائي، يعني حظي عن جد انعكس، يعني من اول سبين. يعني كل الناس كانت تكتب لي حصلنا عليه من اول سبين، بس ما توقعت انا كمان احصل عليه من اول سبين. فعن جد حظي ما بعرف، الحمد لله ان شاء الله على طول يكون هيك. بحس حظي كثير يعني تغير بالفري فاير، ما عاد مثل قبل انه اصرف كثير لاحصل على اللي بدي اياه. فزي ما انتم شايفين اصدقائي بالماكينه هاي انا كل شيء عندي، يعني ما كان عندي غير النمر بس. فكويس ان هم ما اعطوني واحد من الاشياء هاي وصار يعطوني بداله بطاقات حمر، بتعرفوا انه انا بكره هذا الشيء. اوكي اصدقائي خلونا نطلع من هون ونروح لعند النمر ونشوف شو هي ميزته، شو هي قصته. اوكي هذا النمر راح نختار له اسم بعدين. عندنا هذا النمر، وفي هان لما يصير ليفل 6 طبعا بصير له سكن لإله بيعطوك اياه. هاد بس يصير ليفل 6. طبعا كيف تطوروا لليفل 6 للناس اللي بتسال؟ لازم تجيبه معك على طول بالجيم، يعني تخلي النمر على طول معك وانت بتلعب. وكمان اذا كان عندك من الاكل هاد تبعه تاكله من الاكل هاد. رح ناكله، عندنا 20 علبه اكل رح ناكله اياهم مع بعض ونشوف كيف رح يتطور الشخصيه تبعه. اوكي كمان في عندنا هان المميزات تبعه، طبعا كاتبين هان بالالماني. اوكي راح احكي لكم يعني انه هو بيزيد 15 بالشنطه، بس ما بعرف بيزيد 15% او مش ذاكرين. يعني في عندنا هان الرقصات تبعه، طبعا هاي بس تصير ليفل 4 وهاي الرقصه بس تصير ليفل 3. هدول الرقصات بيعطوك اياهم طبعا مجان، بس انت تطور الكلب النمر اسف بيعطوك هاي الرقصات تبعه. ففي منهم رقصات حلوة راح ناكله هدول علب الاكل اللي عندي عشان يتطور ونشوف. اوكي ناكله 10 مع بعض عشان هيك يتطور تطويرة واحدة. او ماي جاد صار ليفل 4 يا شباب. والله صار ليفل 4. اوكي كمان باقي معنا 4 6 اسف. اوكي هي كل علبة بتزيد 50، يعني كل علبة بتزيد 50 نقطة. هان طالبين 1200 نقطة ليصير ليفلو 5 تقريبا. هاي كمان علبة، هيك صار 1000. فهيك صار 1000. هاي الرقصات تبعه، هاي لما صار ليفل 2 وهاي ليفل 3 الرقصة تبعه، الحركات تبعه هاي ليفل 3 يعني ليفل 4 اسف. وفي عنا طبعا هدول ما راح يعطونا اياهم. هاي الميزة تبعه طبعا لحد الان الميزة ليفل 1 يا شباب، الخاصية تبعه ليفل 1 لحد الان. لازم تطوروا كاتبين للليفل 5 عشان الخاصية تبعه تصير ليفل 2 ويصير 30 بدل 15. راح اشتري هون 4 علب طبعا لانه هان طالبين 1200 وكل علبة بتزيد 50، فراح ناكلوا الاربعة هدول. هيك راح يصير 1200 وراح يصير ليفل 50 ليفل 5. وبعدها راح نشوف اذا الخاصية تبعه. اوكي هاي الخاصية صارت ليفل 2 الخاصية، وصاروا كاتبين انه هان صار يعني 30 يحمل الشنطة، تزيد 30% يمكن مساحتها، والشنطة بتصير 45% مساحة التخزين اذا طورناه للليفل 7. فهل هذا الحكي صحيح؟
وهل فعلا هاي النمر له هاي الخاصية او لا، ما بعرف، راح نشوف مع بعض. اول شيء خلونا نطلع من عند النمر من هان ونروح لعند الشخصيات. لازم اول شيء اعمله اشيل شخصية بالوما عشان يكون يعني كل شيء دقيق، يعني عشان نقدر نجرب هذا النمر خاصيته بدقة. فرح نشيل هاي شخصية بالوما. للناس اللي راح تسأل شو هي خاصية بالوما، خاصية بالوما واللي هي الشنطة، يعني انه بتخليك تقدر تحمل طلقة ار زيادة، فانا شلتها عشان ما حدا يقول لي انه حسبتك مو دقيقة. راح نجرب هذا النمر مع بعض. اوكي اصدقائي، طبعا انا جربت النمر وما رضيت اطولكم الفيديو كتير، فانا اختصرت هذه المواضيع كلها بصور. يعني هلا حاليا زي ما انتم شايفين انا بدون شنطة، يعني لا شنطة ليفل 1 ولا 2 ولا شيء، بدون شنطة، والشنطة عندي 100%، وقدرت اشيل 168 طلقة اس ام جي. على فكرة يعني هاي خاصية النمر مش على طلق الاس ام جي بس، خاصية النمر هاي بتمشي على جميع الطلق وعلى اي شيء وعلى الدم وعلى اي شيء، بس انا يعني جربت على الاس ام جي. فزي ما انتم شايفين 168 طلقة بدون شنطة. نشوف على الليفل 2، هاي على الليفل 1 اسف، هاي ليفل 1 الشنطة فل زي ما انتم شايفين 100%. وكم قدرت اشيل طلقة اس ام جي؟ 218 طلقة زي ما انتم شايفين، 218 طلقة اس ام جي شايل معي، والشنطة فل، وطبعا مو شايل اي شيء تاني، يعني لا دم ولا اي شيء. اوكي نشوف مع بعض على الشنطة ليفل 2. طبعا هاي شنطة ليفل 2 والشنطاي فل زي ما انتم شايفين 100%، وقدرت اشيل 317 طلقة اس ام جي. فلا تطلعوا على سلاح الام4 هذا اللي معي، يعني هذا ما بياخذ حتى الطلق اللي فيه، هذا بمخزن السلاح نفسه، يعني مو ماخذ اي مساحة من الشنطة ومو مأثر اي شيء على الشنطة، ومو شايل معي لا دم ولا طلق ولا اي شيء. الشنطاي كلها اس ام جي، وزي ما انتم شايفين 317 طلقة. اوكي اصدقائي، نشوف مع بعض على الليفل 3 كيف راح يكون الوضع. هاي شنطاي ليفل 3 والشنطاي زي ما انتم شايفين فل 100%، صفر دم، ما عندي اي شيء، وقدرت اشيل 417 طلقة اس ام جي. وزي ما حكيت لا تحسبوا على الام 4 والطلق اللي فيه بالمخزن، يعني الطلق اللي بس بالشنطة كله اس ام جي، و417 طلقة اس ام جي قدرت اشيل معي. فسو اصدقائي، الشيء اللي انتم شفتوه قبل شوي كان بدون شخصية بالوما، وكمان بدون النمر هاد اللي خصيته المخزن، يعني كنت جايب الكلب معي بدون اي شيء، يعني شخصية عادية جدا، يعني قدرت تشيل هذا الشيء. جربناه على الليفل 1 وال 2 وال 3 وبدون شنطة كمان. فخلونا نروح مع بعض اصدقائي ونجيب النمر. طبعا النمر هاد بس والله جبته معي. اوكي بس اصدقائي لازم نختار له اسم، ما بعرف شو اسميه. اول شيء الشخصية هن زي ما انتم شايفين ك30، لانه انا الخاصية عندي ليفل 2 والنمر ليفل 5، فبتمنى ما حدا يجي بعدين يكتب لي بالتعليقات يقول لي انه كلامك مش مزبوط، ويكون هو النمر عنده لسه ليفل 1 والخاصية تبعه لسه ليفل 1. فركزوا معي يا اصدقائي، النمر عندي ليفل 5 والخاصية تبعه ليفل 2، يعني 30 بتزيد الشنطة. خلونا نختار له اسم اصدقائي، والله ما بعرف شو اسميه. اسماء، الاسماء شو راح اختار لهم الاسماء؟ اوكي قررت اسميه ابو مخزن، بما انه هو خاصيته المخزن، زبطت له الاسم طبعا وكل شيء. تغيير الاسم فري زي ما انتم شايفين بالمجان، يعني ما بتدفعوا اي شيء، نفس الكلب. خلونا نسميه ابو مخزن. تعال يا ابو مخزن، تعال خلينا نجرب المخزن تبعك. اوكي اصدقائي، هيك كل شيء تمام بدون شخصية بالوما، وجايبين معنا هذا النمر اللي هو خاصيته المخزن. خلونا نفوت مع بعض ونجرب اذا كانت هاي الخاصية صح او لا. اوكي طبعا لفت انتباهي شيء كمان حلو يا اصدقائي، يعني شوفوا النمر بس ينزل كيف بيلف على حاله. ركزوا معي كيف هو بينزل من الطيارة، كيف بيضلوا يلف. والله حرام، مفروض يعملوا له مظلة صغيرة لإله. في سكواد نازلين معي، طبعا انا بدي اكمل على سنتوزا بس في سكواد نازلين معي. اوكي ان شاء الله اذا ما ضربوا علي خليني مكمل، بس والله هاد لحقني. تعال تعال، وهذاك معه سلاح.
تعال تعال خليني اقتل اول شيء صاحب السلاح الله يرحمك. بدي افنشهم بس المشكلة خايف حدا يشيل سلاح من اصدقائهم يضرب علي من الطرف الثاني. اوكي هي اجوا اصدقائهم، والله اجوا اثنين مع بعض، والله انهم كفوا كفوا الفزعة كفوا. انت الله يرحمك، تعال انت الثاني. والله كنتوا شعب طيب. اوكي اصدقائي نكمل على سنتوزا. هان زي ما انتوا شايفين اصدقائي انا عندي شنطاي ليفل 2، الشنطة ليفل 2 عندي راح افضي شوي من المخزن لانه عندي شنطة 96% مش قادر اشيل المخزن اللي على الارض. راح افضي شوي من المخزن واشيل من اللي على الارض عشان نخلي الشنطة 100%. اوكي هيك 99% صارت الشنطة، خلونا نفضي كمان اكثر من هيك. 99% نفضي اكثر من هيك عشان بدنا نخلي الشنطة تكون 100% عشان نكون دقيقين كتير بالحسبة. اوكي هيك الشنطة صارت ليفل 100، ليفل يعني الشنطة صارت فل 100%. وعندنا طلق الاسم جي زي ما انتم شايفين 359 طلقة اس ام جي وبدون دم بدون اي شيء. راح نشوف مع بعض كمان بالشنطة، يعني حامل بس طلق الاس ام جي، مو حامل معي اي شيء تاني، كله طلق اس ام جي فقط، يعني لا في دم ولا ثلج ولا قنابل ولا اي شيء. ومعي 359 طلقة. اوكي نقارن بالشنطة ليفل 3 بدون النمر ونشوف نشوف الصورة. 359 في عنا هان شنطة كمان ليفل 2 نفس الشيء، طلق الاس ام جي 317 وهذيك كانت 359، يعني الفرق تقريبا 42 طلقة اس ام جي اذا ما كنت غلطان، بس اعتقد 42 طلقة اس ام جي بالضبط هو الفرق بين انه مع النمر وبين من غير النمر. اوكي نجرب الشنطاي ليفل 3 ونشوف كيف راح يكون. طبعا الشنطة عندي هان ليفل 96، خلونا نفضي شوي من المخزن عشان نقدر نشيل المخزن من على الارض ونساوي الشنطة نساوي الشنطة فل يعني 100%. اوكي كمان شوي بدها كمان شوي. اوكي هيك قدرنا نشيل. سو اصدقائي هيك الشنطة صارت عندي فل 100% صارت الشنطاي. وطلق الاس ام جي زي ما انتم شايفين 447 طلقة اس ام جي ومو شايل معي اي شيء تاني، يعني خلونا نشوف الشنطة كمان من جوا، كله طلق اس ام جي زي ما انتم شايفين، لا شايل معي دم ولا شايل معي اي شيء، وبدون شخصية بالوما بدون اي شخصية تانية. ف ما بعرف بس حسيت ما خلونا نشوف الصورة ونشوف كيف بدون النمر كانت. خلونا نشوف بدون النمر. طبعا هاي الصورة اللي شفتوها قبل شوي. هاي شنطة ليفل 3 بدون النمر وجايب معي قدرت اشيل 417 طلقة والشنطاي فول زي ما انتم شايفين. كمان شنطة ليفل 3 بس يا اصدقائي حسيت في فرق، يعني بالشنطة ليفل 2 كان الفرق تقريبا 42 طلقة وبالشنطة ليفل 3 الفرق بس 30 طلقة، مع انه الشنطة ليفل 3 المفروض يكون الفرق اكبر من هيك ما بعرف. بس على كل حال يا اصدقائي قدرنا نتأكد من انه خاصية الشنطة هاي مظبوطة 100% ويعني والشنطة بتوسع. ف تقييمي لهذا النمر راح يكون 7 من 10، يعني عجبتني خاصيته. وبالنسبة لإلي أنا يعني إذا بدكم تسألوني عن رأيي بهذا النمر وبشو بنصحكم تجيبوه أو لا، بنصحكم تجيبوه وأنا راح أصير أجيبه معي على طول، يعني إن شاء الله راح أطور هذا النمر للماكس ليفل 7 عشان يصير 45%، وراح يمكن الغي شخصية بالوما. فانا اكثر شيء عجبني بهذا النمر انه اذا طورته ماكس يمكن يصير فيني الغي شخصية بالوما واجيب هذا النمر معي، وبدل شخصية بالوما احط شخصية تانية استفيد منها احسن لإلي. فهيك كان الفيديو لليوم اصدقائي، بتمنى الفيديو هذا يكون نال اعجابكم، بتمنى كمان تكونوا ما نسيتوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناه اذا ما كنتم مشتركين، تفعلوا جرس التنبيهات عشان يصلكوا بكل فيديو جديد عن فري فاير. سو اصدقائي كمان اخر مسابقه سويناها هي على حسابي على الانستغرام، حسابي على الانستغرام تحت بصندوق الوصف،
بالديسكريبشن بوكس شو هي شروط المسابقة، تابعني على الانستغرام، بس تروح على حسابي على الانستغرام راح تلاقي صورة مكتوب عليها مسابقة على الفاير باس، تبعت هاي الصورة هذا المنشور لاثنين من اصدقائك وتكتب تعليقك على هاي على هذا المنشور، وهيك انت بتكون فت بالسحب. السحب راح يكون عشوائي، يعني موقع هو اللي راح يختار الفائزين، راح يختار شخصين فائزين راح نشحن لهم الفاير باس القادم بإذن الله. فحظ موفق للجميع، وسوى أصدقائي لهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. كان معكم علي عمر، واشوفكم إن شاء الله على خير.